لك اهلين 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 بالخانوم. شلونك ديفو؟ الحمد لله تمام. عبيلي بوريه بس متحاتنا السخنه مو من فوق. تكرم عيونك. مرحبا يا خواجة، في شي بياع فستق قريب من هون؟ هذا الحكي. تفضلي يا أحلى خانة. بدي أدفع هلأ بيوصل. يلا أهلا وسهلا على حسابك ولو. يا حبيبتي وينك؟ ما ضل حدا بالشام إلا معانا. مرحبا معلم. لك يا أهلا وسهلا. كان لازم تلحق ريحة الفستق. ما هي ما خطرت لي. إيه والله يسلم هالإيدين. تفضل ادفع. ادفع يا خسران. فورا. والله. شو بتقبرنا؟ خلي علينا. ما بصير سلام بتخرك. 5 قروش. هاي فورا. شرب. ادفع له فوق كمان. إيه. هاي 5 قروش ثانية. شكرا الله. على عيني سلم هالإيدين. اسلم وديبو. كثير طيبين. صح. أي واحد تبعي؟ 2 تبعاتي. أرجع أشتري يعني؟ لا أنا بطعميكم عندي. كان بجيراننا يهودية تشتغل بالسحر وهيك شغلات، بتقلنا إنه إذا وحدة بدها حبيبها يحبها أكثر تجيب حبة فستق تقسمه النصين، تكتب على نص اسمها وعلى النص الثاني اسم حبيبها، وبعدين كل واحد بياكل النص اللي فيه اسم حبيبه. مين؟ شو حلوة؟ كثير حلوة الفكرة. تعي نعملها. يلا. معك قلم؟ أنا معي قلم. أنا معي قلم. هاي أول نص ميرامار؟ لا عفاف كان يسبق السحر. إيه صحيح. عفاف مراد. عفاف تيني مراد. شو طيبة. شوفي في واحد من المكتب الثاني. على بالي ما تخاف. يلا فوتي رح يصير في عيصار ما صار نلتقى ببيت العابد. ارجع لك بسرعة. مراد من هون. ارجع مراد. مهند حكيني مهند منين راح شو عملوا فيك؟ خدي ايبا صار فيها بمعرفتي. ايه ده؟ شغلي رفع عيني يا ليل. ايوه يا ليل حغول. ازيك عيبتي؟ حبيبي مدري وينهم هدول؟ هوك اخل الليل انت هون؟ حبيبي وين ميرامار ومراد؟ والله فتلت الشام عليهم مو باينين لك حتى حسني مو مبين. حبيبي شو عامل؟ عم فكر اخطف رجلي على لا بقص. فكر حبيبي فوت على المخالي استغل صغل. يلا حبيبي لك دخل هالطله ست ستيلا. حبيبي خليني روق سواي. هاتي احلى صوت لعيوني. يسلموا حبيبي. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا يا ستيلا. تحيا الوحده العربيه. تحيا الوحده العربيه. حطي حبيبي الغلاف بالمسبغه. حبيبي خلص من عندي المبيت. لا وحياتك لدوي اطيب عنب شغل المعلوله. ماسي حبيبي بدي دزينه دزينتين ثلاثه مو مشكل. هرنت حبيبي عم بستناك انا. يلا حبيبي قلت لك احنا ما راح نطفيكي. لا حبيبي انا ما بسافر انا بدي يضل بالسام بساري شيكاغو. ما بسافر. لا حبيبي لا. يلا حبيبي عزف موسيقى. يلا يلا حبيبي يلا. مش عاوزة بيرة ساعة يا ستيلا؟ عندي يا حبيبتي عشان الوحدة العربية. أيوة يا زوز. حبيبتي القصة ما رح تخلص هون. لازم أمن عليكي بشي مكان لحتى ضيعهم ونلتقى عند بيت العابد مثل ما اتفقنا. بس يا ما مراد ما في بس ميرامار هدول مثل الدبابير رح يطلعوا من كل الحارات. تعي معي هيا هون على الحارة.
حبيت اعالج هنا معك. دير بالك على حالك. والله وقعت يا مرادك. وقعت وما حدا سمع عليك. دمع سياره لك. ما شاء الله حولك وحوله. قوم لاخروق، قوم. اخذنا غدر سيدي. غدر ما؟ لكن لازم يكونوا قراب من هون. رحلي من هذا الطريق ولقيني على السحارة. يلا قوم قوم. ستر كيل، لك يا عمرني جمالك انا وقتها لقيت لك واحد زقرتي زقرتي على كيف كيفك. زقرتي زقرتي ولا نص كم؟ وقتها كنوا على جنب. لك مو بس زقرتي، اقدر ريب موس على كيف كيفك. يا عيني عليك، هذا اللي بدي اياه. شو اسمه؟ الطاووس. لك كان بعث لي اياه بكره مشان بدي عينه. ابو صار عندك لعيونك. السلام عليكم ابو جريش. تعال 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 ساعدني. تعال انا برايي مين ما كان احسن من هداك المصيبه اللي كان عنا. انت اشتغل بشغلك ورش لي قدام المحل مشان يكثروا الزباين. مزبوط مزبوط. عرفتي علي كيف؟ لازم نلاقيهم. حسني عم تفهم علي؟ وإلا رقبتهم على المحك. عم تفهم علي؟ ماهم تمام. روح هلا انتبه على حالك. مرحبا. أهلين دينيز. صورتي كل شيء في مستندات ووثائق عم تفوت على البيت؟ هاي المايكروفيم في كل شيء. برافو عليكي. بدك شيء؟ سلامتك. باي باي. معلم بده اياه ساق. تعال اطلع 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 اطلع. خذ هيك.